حالة من السخط الدولي بتواجهها إسرائيل حالياً في ظل تواصل العدوان على غزة ولبنان. حالة السخط تجلت خلال الساعات القليلة الماضية في مراجعة كبرى للدول لعمليات تصدير السلاح إلى دولة الاحتلال، يصل الأمر إلى الحليف الاستراتيجي الدائم لإسرائيل وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وقيامها بإمهال الاحتلال 30 يوما لتحسين الوضع الإنساني في غزة تفاديا لتقييد مساعدتها العسكرية. هذه الخطوة الأمريكية بشأن السلاح سبقتها كل من فرنسا وإيطاليا، حيث أعلنتا اتخاذ تدابير لحظر تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها في الأزمة الحالية في العدوان على لبنان وقطاع غزة. الإنساني طبعا الكبير الذي يحدث هناك، هذه الأوضاع قوية جدا ونتحدث عنها الآن. للمزيد بينضم إلينا عبر سكايب الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور أستاذ مشاهد. يعني لو تسمح لي بداية أسأل حضرتك عن هذا الموضوع. الحقيقة أنه يعني هذه الفكرة وفكرة تقييد المساعدات العسكرية إلى إسرائيل وتلتها طبعا بعد الخطوة الأمريكية، نتحدث أيضا عن فرنسا وإيطاليا وتصريحات كثيرة، عايزين نتكلم فيها مع حضرتك ونعرف ما هي الدلالات لهذه الخطوة. ولكن اسمح لنا أيضا نرحب عبر سكايب أو عبر الهاتف من رام الله الأستاذة نيبال فرسخ، مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني. أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذة نيبال، طيب سنعيد التواصل مرة أخرى مع الأستاذة نيبال وأعود لحضرتك دكتور رامي. ما هي برأيك دلالات إعطاء الولايات المتحدة الأمريكية مهلة 30 يوما للاحتلال بشأن تحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وإلا سيكون هناك تقييد للمساعدات العسكرية؟ هي الحقيقة المهلة ده هي ما يعتبرش تقييد من الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل، وإنما بمثابة الضغط الأمريكي على إسرائيل لانتهاك مسار معين. يعني دائما يا فندم الهدف الاستراتيجي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هو في حالة من الاتفاق الدائم عليه، إنما الولايات المتحدة الأمريكية مش ضد الممارسات الإسرائيلية اللي هي بتهدف للقضاء على حماس مثلا على سبيل المثال أو القضاء على حزب الله، وإنما في اتفاق أمريكي لكده. لكن قصاد ده إيه هي السبل اللي بتؤدي لكده؟ الولايات المتحدة الأمريكية خد بال حضرتك إن هي داخلة على فترة انتخابات، خلاص يعني في أقل من شهر في انتخابات أمريكية، فالولايات المتحدة الأمريكية مش عايزة أي إخفاق من جانب إسرائيل مع الدعم الأمريكي يتم المتاجرة به في الانتخابات الأمريكية على سبيل المثال على أجندة الحزب الديمقراطي اللي بينتمي منه الرئيس الحالي، واللي المفروض إن هو هيكمل مسيرته مرشحة اللي هي كاملة هاريس. لكن القصة هنا إن الولايات المتحدة الأمريكية عايزة على الأرض يتحقق إنجاز معين، الإنجاز ده بتحققه ينتهي الصراع أو يحصل وقف إطلاق النيران، وبالتالي الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية طبعا ممكن يكون ضغط بمثابة اللي هو تهديد رمزي، لكن التهديد الحقيقي الولايات المتحدة الأمريكية منع السلاح عن إسرائيل، إن خاصة لو منع السلاح أدى لوجود تهديد حقيقي لأمن إسرائيل. ده رقم واحد. رقم اتنين، إسرائيل يا فندم أصلا دولة مصنعة للسلاح، لكن لجوءها لاستيراد منظومة ثاد الأمريكية هو ده مؤشر على تراجع الصواريخ الدفاعية عند إسرائيل، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لما أرسلت لها المنظومة دي هو عشان يعزز الدفاعات الجوية عند إسرائيل. رقم ثلاثة والأهم، إسرائيل بالفعل استحضرت الولايات المتحدة الأمريكية على البحر المتوسط هي وبريطانيا وعلى البحر الأحمر، ووجودهم في الشرق الأوسط في المناطق دي هو بمثابة إعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل للاستمرار في اللي هي بتعمله. لكن الاستمرار هنا بأي شكل؟ هو ده السؤال. الشكل هنا اللي بما يتراءى للمصلحة الأمريكية، إن في أقصر وقت ممكن حقق لي الهدف بتاعه وهو القضاء على حماس او القضاء على حزب الله والسيطره على الارض. طب لو تسمح لي يا دكتور رامي، ما هو الهدف ده تحديدا اللي هي فكره القضاء على حماس وفصائل المقاومه اللي هي الرغبه الاسرائيليه الاكبر طبعا، الهدف ده اسرائيل بقى لها سنه تقريبا دلوقتي من 7 اكتوبر اللي فات وهي تتحدث انها تسعى الى هذا الهدف ولم تحقق هذا الهدف، حتى ان كان لها بعض الانتصارات المحدوده جدا على الارض او اغتيال بعض الشخصيات طبعا السياسيه
إسرائيلية هنا وهناك، ولكن في النهاية المقاومة موجودة، الفصائل المختلفة موجودة، وتظل يعني عائق، تشكل عائقا كبيرا أمام الاحتلال الإسرائيلي. إذن كيف ترى أو كيف يمكن الرد على هذه المزاعم، أنه نفعل ما نفعله ولا نتوقف عن القصف والقتل وآلة الدمار والتخريب، لأننا ما زلنا نريد يعني الوصول إلى حماس بكل أعضائها والعاملين بها أو المنتمين لها؟ يعني ده أحيي حضرتك جدا، السؤال ده أكتر من ممتاز. بص يا فندم، الإجابة بتكمن في سياسة الأرض المحروقة. على فكرة إسرائيل لو عايزة تخلص على قادة حماس بين ليلة وضحاها هتعملها، بدليل إن هي عارفة أماكنهم فين بره قطاع غزة، بدليل أكتر سلسلة الاغتيالات اللي عملتها قادة حماس بره قطاع غزة. لكن مش من مصلحتي أنا كإسرائيل إن أنا أدمر أو أقضي على القادة دول في وقت قصير. ليه يا فندم؟ لأن أنا هدفي السيطرة على الأرض. عشان كده من مصلحتي إطالة أمد الصراع، لأن تحت كفر أو تحت وطأة إطالة أمد الصراع أنا بدمر في الأرض نفسها وبطرد السكان المحليين منها، وبخير السكان المحليين إما القتل بالرصاص أو القتل بالحرمان من المساعدات. يفضل عندهم إيه؟ عشان يفضل عندهم ذريعة طول الوقت اللي هم بيعملوه. بالظبط يا فندم، والذريعة دي هم بيعملوا بيستغلوا علم النفس في السياسة بشكل إجرامي أو بشكل خطير جدا، اللي هو صناعة اليأس في نفوس الفلسطينيين. أنا لو واحد شايف إن أنا يا إما هتقتل بالرصاص يا إما هتقتل بالحرمان من الأكل والشرب والأدوية، طب ما أنا هسيب الأرض، وبالتالي هو ده اللي هم عايزينه. هسيب الأرض اللي بيتم تدمير بنيتها التحتية وبتدمر بشكل كامل، هو يرجع يدخل بعد كده يستولى على الأرض دي ويعملها قاعدة إعمار. بس وقتها مش هتكون حدود فلسطينية، لا ده هتكون من ضمن المستوطنات الإسرائيلية، وده اللي بيتعرف عليه فيما يطلق عليه سياسة الأرض المحروقة. نعم. بهدف توسع رقعة الاستيطان. نعم، اسمح لنا يا فندم نرحب مرة أخرى، عادت لنا عبر الهاتف من رام الله الأستاذة نبال فرسخ، مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني. أهلا بك سيدة نبال. يعني ربما لا أسمعك جيدا سيدة نبال، هل تسمعينني؟ نعم. نعم هكذا الصوت أوضح. برحب بحضرتك على شاشة أكسترا نيوز، ويعني بداية لو تطلعينا على أبرز المستجدات على الأرض فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية. نعلم أن أونروا أعلنت في الساعات القليلة الماضية أن هناك مناطق بأكملها لن تستطيع الوصول فيها إلى السكان والمواطنين بسبب القصف المستمر الذي لا يتوقف من القوات الإسرائيلية. ما هو الوضع الإنساني على الأرض سيدة نبال؟ يعني الوضع الإنساني على الأرض هو أكثر من كارثي ومأساوي، تحديدا في شمال القطاع في قصف الاحتلال الإسرائيلي والاستهداف لجماع قطاع غزة. كان القضاء على غبار إسرائيلي كل أي من المساعدات الغذائية إلى شمال القطاع، وهو ما عمق أكثر من المأساة الإنسانية، لا سيما بعد أن أخطر الاحتلال مئات الآلاف من المواطنين بالإفلاء من منازلهم. وصف ظروف مأساوية وقاسية اضطر الكثير منهم إلى التوجه إلى محافظة غزة بحثا عن أي ملجأ يتخذونه منهم، وإن اتخذوا من البنيه التي تم تبنيها سابقا ملجأ لهم حاولوا إصلاح ذلك الإصلاح أو حتى التواجد في مدارس الإيواء التي هي مضطرة الوضع في إسرائيل وفي الكثير من المناطق في شمال القطاع الصعب لغاية الاستهدافات كثيفة ولا تتوقف عن تدمير أحياء في أسهمها وهم تهدى العائلات المحاصرة لدبابات الاحتلال والخط في المتواصل الكثير من المناسبات من العائلات المحاصرة، منهم هم يراشدون من أجل أن يتم مساعدتهم بالخروج بشكل آمن. منهم من يؤكد بأنهم لديهم الطعام والماء، وآخرين يعني هناك جرحى ومضطرين، وللأسف صعب التوقف الإسعاف وسياق الإنقاذ عن الوصول إليهم لإجراءهم إلى المستشفيات. منهم يتواجدون في مناطق خطرة حيث يتم استهداف أي شخص يحاول الوصول إلى هذه المناطق، وطرق توقيتها يتم قصفه واستهدافه بفعل الشهداء ونقل الجرحى، ولكن يتم نقلهم إلى المستشفيات. ساعات أصلا من شح في المستلزمات الطبية والأدوية، حتى الطعام في بعض المستشفيات قد نفذ الطواقم الطبية، والمرضى كانوا يحتاجون
العودة الذي لا يزال يستقبل الجرح والمرضى وسط ظروف صعبة لدرجة أن الطعام غير متاح لا للطواقم ولا للمرضى حتى. نعم، أشكر حضرتك جزيل الشكر. كنت معنا عبر الهاتف السيدة نيبال فرسخ، المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني. وأعود إلى حضرتك دكتور رامي، يعني ربما يعني يتوقع البعض أنه بسبب هذه الأوضاع الكارثية التي وصل لها قطاع غزة، وصل لها السكان والمواطنون في قطاع غزة كما وصفتها الآن سيدة نيبال، ربما بسبب الوصول إلى هذا الوضع الكارثي والمأساوي بدأت أخيرا بعض الدول الأوروبية تتحدث عن المطالبات بوقف تسليح إسرائيل وعدم إمدادها بأي معدات عسكرية وأسلحة. على سبيل المثال طبعا فرنسا، إيمانويل ماكرون صرح بهذا، وأيضا جورجيا ميلوني في إيطاليا أيضا، يعني طبعا رئيسة الوزراء الإيطالية أيضا قالت أنه لم يتم تنفيذ العقود الموقعة بعد 7 أكتوبر 2023 بشأن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وأنه تمت مراجعة جميع تراخيص التصدير الصادرة قبل 7 أكتوبر. برأيك هل تنتهج باقي الدول الأوروبية هذا النهج؟ هل عدم تصدير أوروبا أسلحة لو حدث يعني وقف تام لتصدير الأسلحة لإسرائيل، هل هذا يغير المشهد على الأرض ويقلل من حجم الدمار الذي تخلفه القوات الإسرائيلية، أم ماذا برأيك؟ يعني هو خليني أجاوب على حضرتك الرد، مثلا أسأل سؤال وأجاوب عليه برضو أنا اللي أجاوب عليه، هي هل إسرائيل بتحتاج أو في حاجة إلى السلاح الأوروبي ولا لا؟ الإجابة على السؤال ده إسرائيل مش في حاجة للسلاح الأوروبي. المسألة إن الأوروبيين هم بيتظاهروا بالموقف ده لحفظ ماء الوجه لحكوماتهم أمام الجاليات العربية اللي منتشرة في أوروبا بعد ما يسمى بثورات الربيع العربي. فالحكومات هنا لما أعلنت الموقف ده هي عشان تتجنب بس حالة من الاضطراب في الشأن الداخلي عندها. هو شو يا فندم بيتعمل؟ لأن المسألة هنا إن الغرب تحديدا بيعي جيدا إن هو مصلحة إسرائيل مع الولايات المتحدة الأمريكية هو أساسا واخد طرف منها، بمعنى أن أوروبا نفسها، أوروبا الغربية تحديدا، لها مصالح مع إسرائيل، فما تقدرش أوروبا تقدم على الخطوة دي خوفا من إلحاق الضرر بها بمصالحها مع إسرائيل. عشان كده المسألة هنا أن هتلاقي كل الدول دي لم تحرك ساكنا بعد الشعارات أو بعد التصريحات، إنما على الواقع بالفعل مفيش دولة أدانت إسرائيل على سبيل المثال في الأمم المتحدة أو مجلس الأمن من الدول دي تحديدا. وبالتالي المسألة هنا ده بيعكس إن في الظاهر إذا كانت المصالح هي اللي بتتحكم في العلاقات الدولية، فبالباطن هنا في تواطؤ ما بين الغرب أو أوروبا وإسرائيل. أكتر من كده الروس، يعني روسيا هي الأقرب لدول الشرق في الثقافة وفي المواقف السياسية، روسيا لم تطلع بيان يدين فيه الممارسات الإسرائيلية بسبب المصالح الروسية الإسرائيلية على سبيل المثال. حتى في مجلس الأمن الولايات المتحدة الأمريكية لما بتستخدم الفيتو لخدمة إسرائيل ما بيحصلش أي اعتراض من الدول التانية عشان في مصالح يا فندم، لأن من مصلحة الروس على سبيل المثال أن الصراع يفضل مستمر عشان تستحوذ إسرائيل على الدعم الأمريكي والمعونة الأمريكية، وده هينقص من الدعم اللي بتتلقى به أوكرانيا من الولايات المتحدة الأمريكية، فتستفرد روسيا بأوكرانيا للسيطرة على الأرض، عشان كده ده بيحقق مصالح الروس. وفي نفس الوقت لا أنا بسمع حضرتك يا فندم. نعم، وفي نفس الوقت يا فندم إن إسرائيل نفسها هي بتنظر للي بيحصل، خد بال حضرتك كويس جدا، إسرائيل روجت للي عملته حماس يوم 7 أكتوبر، واللي خليني أعبر عنه بمصطلح تاني، الهدية اللي تقدمت على طبق من ذهب لإسرائيل يوم 7 أكتوبر اتوظفت سياسيا من إسرائيل في نفس اليوم وتاني يوم على إنه اعتداء على أمن إسرائيل وعلى الشعب الإسرائيلي. عشان كده عمل حالة من المظلومية والتعاطف تحت مبدأ حق الدفاع الشرعي عن النفس لتأييد الرأي العام العالمي، فيقدر هو تحت المبدأ ده يعمل جرائم إبادة. ده غير إن حماس مصنفة كتنظيم إرهابي، فهو لما يعمل الممارسات دي أي ممارسات يقدر يصنفها إن أي دولة مش هتديله سلاح على سبيل المثال عشان ما يواجهش حماس، يبقى معنى كده فلاش باك على طول الدولة دي بتأيد تنظيم إرهابي. عشان كده التصريحات دي إسرائيل بتاعي جيدا، أو حتى رد الفعل الإسرائيلي مهتمش بيها، لأن هو مش محتاج للأسلحة دي بقدر ما هو محتاج للأسلحة الأمريكية. نعم، أنا بشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل والمعلومات. كنت معنا عبر سكايب دكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية، شكرا لك.